السلام عليكم، هذه حالة فيديو لمريض عند اعوجاج في العمود الفقري سكوليوسس زي ما نشوفه قدامنا. طبعا اعوجاج واضح يعني بشكل كبير للأسف، يعني ما فيش حاجة تقدر تندار. يعني الحالة يعني مريض عمرها 60 سنة، فلو كان صغير في السن ممكن تندار العملية، بس للأسف حالة متأخرة جدا. نشوف فيها تشوه في العظام، وطبعا العظام يعني مش بيضع طبيعي، بكلهم بيضع مائل. فشوف هذه عظمة وهذه واحدة، وهذه صار لها زل الضغط لأنها جاية بين عظمتين، فصار لها ضمور. العظمة هذه نفس الشيء جاية متلتة بالشكل هذا، فلاحظ في اختلاف في الطول من الناحية هذه ومن الناحية هذه. العظمة هذه تقريبا تكون شكلها يعني تقريبا تقول سليم. هذه نفس الشيء جاية ميلان بالشكل هذا. يعني شوف الميلان، طبعا بالنسبة للسكوليوسس دي ما يحسبوا فيه بالزاوية، يعني فتحسب انت الزاوية بالشكل هذا، يعني تقريبا هو مايل في حدود 20 أو 30 درجة بالشكل هذا، وبعدين يرجع يلف للجهة الثانية. يعني والمريض يعني عنده تشوه واضح في العمود الفقري، حتى هو واقف أو لما تشوفه يعني رجليه يبانوا طبيعيات، بس منطقة الظهر والبطن بان قصيرة جدا مقارنة بباقي جسمه. وللأسف زي ما قلت حالة متقدمة، فما فيش حاجة تندار يعني للأسف. شكرا.